اهلا وسهلا بيك يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن المحاضره الثالثه عندنا في الفيسيولوجي اوف فيميل جينيتال سيستم. وهنتكلم عن الاوفاريان هرمون. احنا عارفين ان احنا عندنا الهرمونات اللي بتطلع من الاوفري هما اتنين، الاستروجين والبروجسترون. المحاضره دي باذن الله هتبقى شبه المحاضرات بتاعه الاندوكراين، اللي هو هنتكلم عن هرمون وهنتكلم عن الوظائف بتاعته والاورجانز اللي بيأثر عليها. يلا بينا نبدا على طول وما نضيعش. زي ما احنا قلنا الاوفيريان هرمون الاستروجينز والبروجسترون. هنبدا اول حاجه بالاستروجين. الاستروجين بيطلع منين؟ قال لك بيطلع عندنا في النون بريجننت فيميل من حتتين، بيطلع قبل الاوفيليشن بيطلع من الجافن فولكن، وبعد الاوفيليشن بيطلع من الكورباسليتن. طب بيطلع منين كمان؟ قال لك برضه ان في سمول اماونت بتطلع منين؟ بتطلع من الادرينال كورتكس. طيب في البريجننت فيميل اللي هي الست الحامل بيطلع منين؟ قال لك ان هو في اول فترة اللي هي في اول 6 شهور بيطلع من الكورباس ليوتم، لان احنا اتفقنا ان الكورباس ليوتم بيقعد 6 شهور علشان يحافظ على الحمل لحد ما يكتمل النمو بتاع البلاسنتا، وبعد الست شهور من الحمل بيبدا يطلع من البلاسنتا. طيب البروجسترون قال لك البروجسترون بيطلع منين؟ بيطلع بس من الكورباس ليوتم، ما بيطلعش من الجرافين فولك، يعني هو بيطلع بس في ال 14 يوم اللي بعد الايه؟ الاوفيوليشن، ولو حصل حمل بيستمر السكريشن بتاعه. طيب وبرضه في سمول اماونت بتطلع منين؟ بتطلع من الادرينال كورتكس، وفي البريجننت فيميل بيطلع من البلاسنتا. طيب قال لك بقى بيتنقل ازاي عندنا؟ قال لك ان احنا عارفين ان احنا عندنا الاستروجين والبروجسترون دول عباره عن ستيرويد هرمون، والستيرويد هرمون ما ينفعش ان هم يمشوا في البلد كده لوحدهم، لازم يكون موجود ليهم شيال. مين هو الشيال اللي بيشيلهم؟ اكتر بلازما بروتين بيكون موجود عندنا وهو الالبوم، اللي احنا عارفين ان في نير 6 هرمون بيكون عددهم كبير كده، فعشان كده محتاجين الشيال اللي بيكون العدد بتاعه كبير وهو الالبومين. وقال لك ان الالبومين ده بيشيله اول ما بيوصل عند التارجت اورجان بيقوم جاي سايبه على طول، بيكون البايندنج بتاعه للاستروجين والبروجسترون بيكون لوز، فبالتالي بيسيبهم على طول اول ما يوصلوا عند التارجت اورجان. هنتكلم بقى دلوقتي عن الفانكشن بتاعت الاستروجين. الاستروجين بيعمل ايه؟ بيحول التشايلد اللي هي الفيميل تشايلد يحولها الى ادلت. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه اللي بيخلي دي تشايلد ويخلي دي ادلت؟ الفرق ما بينهم هو البيوبرتي اللي هي مرحله البلوغ. يبقى المسؤول عن البيوبرتي البلوغ ده مين؟ هو الاستروجين. طب كان في الميل مين اللي مسؤول عنها؟ هو التستوستيرون، هو اللي بيحول تشايلد الميل يحوله الى ادلت ميل. طيب بس خلي بالك احنا مش بنقول الاستروجين هو اللي بيخليه ينمو، اللي كان بيخليه ينمو هو مين؟ هو الجروث هرمون. احنا عارفين ان الميل بينمو بواسطه الجروث هرمون، والفيميل بتنمو بواسطه الجروث هرمون، لكن اللي مسؤول عن البلوريفريشن والجروث بتاع السكس اورجان هو مين؟ هو الاستروجين. طيب يعمل ايه الاستروجين؟ الاستروجين بيشتغل على السكس اورجان اللي هي الاكسترنال سكس اورجان، اللي هي زي الاكسترنال جينيتاليا، والانترنال سكس اورجان زي عندنا الفالوبيان تيوب والاوفري واليوتراس والفاجينا، كل الحاجات دي بيشتغل عليها مين؟ الاستروجين. طب بيعمل ايه كمان؟ قالك ان هو مسؤول عن السكندري سيكشوال كاركترستيك، اللي هي ايه؟ مثلا انك تلاقي مثلا الفيميل شعرها طويل، انك تلاقي مثلا جلدها بيكون ناعم، انك تلاقي حاجات كتير بتكون مميزه، زي مثلا هي جروس الشعر بتاع الميل ما بيكون شبه الفيميل، السكن عندك الفات ديبوزيشن، في اماكن في الفيميل بيكون فيها فات ديبوزيشن اكتر، وفي يعني اللي هو الشكل العام بتاع الجسم، عندك السكيلتون اللي هي البون. لما انت مثلا بتشوف الناس اللي هو مثلا بتوع الجرايم وكده، لما بييجوا مثلا يلاقوا هيكل عظم قدامهم يقدر يفرق اذا كان ده بتاع ميل ولا فيميل، عندك البادي كونفيجريشن، عندك البريست، دي كلها سكندري سيكشوال كاركترستيك بتميز الفيميل عن الميل. طيب وكمان في تاثير للاستروجين على البادي ميتابوليزم. نبدا بقى دلوقتي بالفانكشن دي بشكل تفصيلي. هنتكلم اول حاجه عن الفانكشن بتاعت الاستروجين على الاكسترنال سيكشوال اورجان. ما نبدا اي حاجه لازم نعرف ان احنا عندنا الفانكشن بتاعه الاستروجين بتتركز في ايه؟ بتتركز ان هو البناء. يبقى انت الاستروجين وظيفته الاساسيه هي البناء، والبروجسترون وظيفته الاساسيه هي السكريشن. دي مش اول مره نقولها بس بنأكد على المعلومه دي كام مره. هنبدا بالفانكشن بتاعه على الاكسترنال سيكشوال اورجان. بيعمل عندنا ايه؟ قال لك اول حاجه بيعمل عندنا الاكسترنال جينيتاليا بيعمل لها اللارجمنت، بيخليها تكبر. يعني مين المسؤول عن كده؟ هو الاستروجين. بيعمل ايه كمان؟ قال لك بيعمل دي بوزيشن للفات في حتتين، المون بيوبس، البيوبس دي هي الحته اللي قدام، وعندك كمان اللي هي الليبيا ميجورا اللي بتكون في الحته دي. طيب ايه كمان؟ قال لك ان هو بيكون مسؤول عن النمو بتاع البيوبيك هير. طيب ده التاثير بتاعه على الاكسترنال سيكشوال اورجان. طب بيعمل عندنا ايه بقى على الانترنال سيكشوال اورجان؟ اللي احنا عندنا ايه؟ اللي هي الفالوبيان تيوب، وعندنا هنا اليوترس، وعندنا الفاجينا. فاحنا هنبدا بنفس الترتيب بتاعهم كده، فالوبيان يوترس بعد كده اخر حاجه الفاجينا. اول حاجه التاثير بتاعه على الفالوبيان تيوب. احنا عارفين كنا خدنا عندنا في الهيستولوجي ان احنا عندنا الخلايا اللي بتكون موجوده في الفالوبيان تيوب بيكون عندها نوعين من الخلايا، عندنا سيلياتد كولامينار سيل، ودي بتكون يعني من اسمها سيلياتد يعني فيها سيليا، يعني الوظيفه بتاعتها بتكون ان هي بتحرك عندنا الحاجات، بتحرك عندنا الميوكس، يبقى دي وظيفه الايه؟ السيليا، هي الايه؟ الحركه، الموفمنت.
طيب عندنا نانسي ريتد، ودي الوظيفه بتاعتها بتكون سكريتوري، بتطلع سكريشن، يبقى دي بتطلع سكريشن، والسكريشن بيكون عباره عن ميوكس. وعندك سيليتد، الوظيفه بتاعتها ان هي بتحرك عندنا الميوكس ده. فقال لك ان هو الاستروجين بيعمل ايه؟ بيعمل عندنا على السيليتد كلامنر سيل، بيزود النمبر بتاعها ويزود الاكتيفيتي بتاعتها، يخلي السيليا بتتحرك علشان تؤدي الوظيفه بتاعتها. طب النان سيليتد بيعمل لها بروليفريشن، ما بيخليهاش تبقى سكريتوري، لا بيخليها تنمو، يزيد العدد بتاعها. يبقى الوظيفه ان هو بيعملها بروليفريشن، يعني بيزود العدد بتاعها، ده اللي بيعمله الاستروجين، مش بيخليها تبقى سكريتوري. اللي بيخليها تبقى سكريتوري، اتفقنا اي حاجه تتعلق عندنا ان هي بتستيميليت السكريشن دي بتكون لها علاقه بالبروجسترون. يبقى انت اول حاجه تتكلم في الفالوبيان تيوب ان هو هيزود النمبر والاكتيفيتي في السيليتد، والنون سيليتد هيعملها بروليفريشن بس، مش هيخليها سكريتوري خالص. اللي هيخليها سكريتوري هو البروجسترون. يبقى دي اول نقطه عندنا. طيب هيشتغل بعد كده على اليوترس. اليوترس هنتكلم فيه في ثلاث نقاط، هنتكلم عن الطبقه اللي جوه اللي هي الاندوميتريوم، وهنتكلم على الاستروجين بيعمل عندنا ايه في المايوميتريوم، وهيتكلم اخر حاجه عن السيرفكس. نبدا اول حاجه بالاندوميتريوم. قال لك ان هو في الاندوميتريوم بيعمل عندنا بلوريفيشن. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاستروجين الوظيفه بتاعته ايه؟ بناء. هو بيعمل اي حاجه، اي حاجه هتقابلك قول بلوريفيشن او انلارجمنت، يعني بيزود العدد بتاعها وبيخليها تكبر. يبقى هيعمل بلوريفيشن للاندوميتريوم ستروما. طيب هيعمل ايه كمان؟ هيزود الديفلوبمنت بتاع الاندوميتريوم جلاند. زي ما احنا اتفقنا هنا في السكريتوري هيخليها ايه؟ هيخليها تتكون ويزود العدد بتاعها، لكن هيخليها سكريتوري؟ لا. يبقى انت لازم في اي حاجه سكريتوري، الاستروجين ما بيعملش اي سكريشن، ما بيساهمش في السكريشن، لا هو بس بيكون الاله اللي هتعمل السكريشن، لكن اللي مرها ان هي تعمل سكريشن هو البروجسترون. يبقى هو يعمل عندنا ايه في الاندوميتريال جلاند؟ هيزود الديفلوبمنت بتاعها، التكون بتاعها، لكن مش هيخليها سكريتوري خالص. لسه ما لسه بتفرز اي حاجه، يعني هيكونها بس لسه مش هتبدا الافراز بتاعها. طيب هيعمل عندنا ايه على المايوميتريوم؟ هيزود عندنا الكميه بتاعت العين مصر. طيب وهيعمل ايه كمان؟ هيزود البلاد فلو. احنا طالما زودنا العضلات فبالتالي عشان تعمل انقباض محتاجه ان هي ايه؟ محتاجه ان يوصلها النيوتريشن، والنيوتريشن ده بيوصل لها من خلال ايه؟ من خلال الدم. فبالتالي برضه هيزيد البلاد فلو اللي رايحه عندنا لليوتراين مصر. يبقى انت في اي حاجه نستنتج كده مع بعض لحد دلوقتي اللي احنا وصلنا له، ان انت اي حاجه بتقابلك تقوم جاي قايل في اول كلمه بلوريفليشن، تقوم جاي قايل في اول كلمه ان هو بيعمل عندنا بروليفريشن، يعني بيزود العدد بتاعها والنمو بتاعها، هو كده بالظبط، لكن ما بيخليهاش تفرز خالص. دي الوظيفه العامه اللي انت لازم تستنتجها لما تيجي تجاوب في اي حاجه. طيب بيعمل عندنا ايه في السيرفكس؟ السيرفكس يا جماعه بيكون موجود في سيرفايكال ميوكس جلاند، بتطلع عندنا ميوكس. الميوكس ده بيكون موجود عندنا ايه؟ بيسد عندنا العنق بتاع الرحم بالشكل ده. قال لك ان احنا عندنا الميوكس ده الاستروجين بيخليه ايه؟ لما بتزيد عندنا الكميه بتاعت الاستروجين معناها ان احنا بنقرب من المرحله بتاعت الايه؟ بتاعت الاوفيليشن. طيب لما بيحصل عندنا اوفيوليشن بيحصل ايه يا جماعه؟ بيحصل عندنا ان الاوفم بتقوم جايه طالعه عندنا من الاوفري وتقوم جايه رايحه عندنا على الفالوبيان تيوب. طب السبيرم، السبيرم نتيجه في عمليه الجماع بيطلع عندنا من الناحيه دي، يكون موجود في الفاجينا، وبعد كده عايز يخش من السيرفكس بتاع اليوترس علشان يقوم جاي داخل جوه يتقابل مع الاوفم، صح؟ طب هو علشان يعدي السيرفكس يخش جوه هيقابله مين؟ هيقابله عندنا هنا الميوكس اللي موجود هنا. فلو الميوكس ده ثك كده السبيرم مش هيعرف يخش جوه ويتقابل عندنا مع الاوفم ويعملوا فلترايزيشن، صح؟ لكن لو الميوكس ده ثين هيقدروا يتقابلوا مع بعض. طيب احنا عندنا اعلى مستوى من الاستروجين بيكون موجود عند اليوم ال 14 اللي هو بتحصل فيه، بيحصل فيه اوفيوليشن، يعني الاوفم بتقوم جايه طالعه عندنا. فاحنا محتاجين عشان يحصل اخصاب ان احنا عندنا الميوكس اللي هنا ده يكون ثين، فده اللي بيعمله عندنا الاستروجين. لما بتزيد الكميه بتاعته قوي بيحصل عندنا ان الميوكس السكريشن بتاع الميوكس سيرفايكال جلاند يخليه ايه؟ يخليه ثين وليس فيسكس علشان الاسبيرم يقدر يعدي من هنا ويسهل عمليه الفلترايزيشن. يبقى من الوظائف بتاعه الاستروجين على السيرفكس بتاع اليوترس ان هو بيخلي الميوكس، ان هو بيخلي السيرفايكال ميوكس بيخليه ثين وليس فيسكس عشان يسمح للاسبيرم ان هو يخش جوه ويتحد مع الاوفم ويعملوا مع بعض فلترايزيشن. طيب ادي الفانكشن بتاعته على اليوترس. اخر حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على الفانكشن بتاعته في الفاجينا. بيعمل ايه؟ قال لك ان الفاجينا بتاعت التشايلد بتكون اللي هي الطفله الصغيره بتكون صغيره، وبتتكون عندنا من سيمبل كوبويدر سيل. زي ما احنا كنا خدنا في الهيستولوجي، سيمبل معناها بتتكون من طبقه واحده بس، كوبويدر يعني خلايا بتكون ايه؟ كوبويدر اللي هي مكعبه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده بيكون شكل الفاجينا بتاعت الايه؟ بتاعت التشايلد. طب احنا عايزين نحولها لايه؟ لفاجينا بتاعت ادلت عشان نهيئها للحدوث بتاع عمليه الايه؟ بتاع الجماع والحقاوم الاحتكاك اللي بيحصل ما بين البينس والفاجينا. فبالتالي هنعمل ايه؟ بدل ما هتبقى سيمبل هتبقى ستراتيفايد، ونحولها
لنوع تاني بيقاوم عندنا الاحتكاك والانفكشن والكلام ده كله، اسمه ايه؟ اسمه نون كراتينايز ستراتيفايد سكوين سيبس اللي بيحصل في الفاجينا. هنحول عندنا السيمبل كوبويد ابيثيليوم الى نون كراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم علشان يقاوم الاحتكاك. يبقى هي دي التغيرات اللي بتحصل في الاكسترنال سيكشوال اورجان والانترنال سيكشوال. هنتكلم بقى دلوقتي عن التاثير بتاع الاستروجين على السكندري سيكشوال كاركترستيك. السكندري سيكشوال كاركترستيك زي ايه؟ زي مثلا الفويس، الصوت. انت لما بتسمع صوت واحده غير لما بتسمع صوت واحد. عندك مثلا التركيب بتاع الجسم، عندك حاجات كتيره جدا دي كلها بيكون اسمها ايه؟ سكندري سيكشوال كاركترستيك. نبدا مع بعض كده. اول نقطه هنتكلم عليها هنتكلم عن الهير جروث. كنا اتفقنا ان احنا عندنا الهير جروث under the effect of testosterone اللي هو في الميل. كان بيحصل ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا تستوستيرون بيشجع نمو الشعر في جميع انحاء الجسم، وبيشجعه في الفيس وفي التشيست وفي حتت كتيره جدا. وبالاماره بيكون عند الرجاله بيكون عندهم ايه؟ دقن وشنب. كل ده تحت التحكم بتاع مين؟ بتاع التستوستيرون. بيخلي الشعر مثلا بيحصل فيه صلع في اماكن واماكن تانية لا. يبقى الحاجات دي كلها تحت التحكم بتاع مين؟ بتاع التستوستيرون. طيب الفيميل هل هيحصل نفس كده؟ قال لك لا. قال لك مين اللي بيطلع في الفيميل؟ بيطلع استروجين. الاستروجين بقى بيغير التوزيع بتاع الشعر ده، بيخليه ازاي؟ قال لك ان هو بيقلل الشعر في اماكن ويزودها في اماكن. قال لك ان هو بيقلل الشعر بتاع الفيس، فبالتالي الفيميل ما بيكونش عندها لا دقن ولا شنب. طيب عندك بيقلل برضو الشعر في جميع انحاء الجسم، سواء في الليمب والتشيست بتلاقي الشعر بيكون قليل جدا وغالبا بيكون ايه؟ مش موجود. حتى لما بيكون في يعني شعر صغير بتلاقيهم بيستخدموا حاجات عشان يزيلوا الايه؟ الشعر ده. بالتالي هو بيكون ايه؟ بيقلل البادي هير في الفيس وفي التشيست وفي الليمب. طب بيزودها فين؟ قال لك بيزودها في السكالب، عشان كده بتلاقي شعر الفيميل بيكون غزير جدا. بيزود الاكزيلاري والبيوبيك هير. والبيوبيك هير في معلومه مهمه جدا لازم يعني نكومنت عليها، اللي هي الايه؟ ان هو بيكون ترانجل، وبتكون الترانجل الايبكس بتاعتها بتكون داون. طب في الميل كان بتكون الايبكس بتكون ايه؟ بتكون اب لفوق. البيوبيك هير بيكون الايبكس داون. يبقى دي اول نقطه عندنا وهي الهير جروث. تاني حاجه هنتكلم عن التاثير بتاعه على السكن. حاولوا في كل نقطه من النقاط اللي احنا بنتكلم عليها، يعني هتشوف الحاجه قدامك. لو انت عندك اخت صغيره المس كده ايدها او والدتك، هتلاقي الايه؟ هتلاقيها سوفت، وهتلاقي ايه؟ سموث، وهتلاقيها كمان مور فاسكولار. يبقى كل الحاجات دي تحت التحكم بتاع مين؟ بتاع الاستروجين. طب بيعمل ايه كمان؟ قال لك التوزيع بتاع الفات في الميل ما بيكونش نفس التوزيع بتاعه في الفيميل. قال لك ان بيحصل فات دي بوزيشن في حتت وحتت تانية لا. بيحصل فيه مثلا في السبكتينوس تيشو بتلاقي الايد بتاعت الفيميل بتكون اتخن شويه. بيحصل كمان في منطقه الباتك اللي هي الخصر، وكمان منطقه الثاي. الحتت دي كلها بتلاقي عند الفيميل بيكون فيها ايه؟ فات ديبوزيشن. بيحصل فيها فات ديبوزيشن بطريقه كبيره. طيب نكمل. هنتكلم دلوقتي بقى على السكيلتون. طب الاستروجين بيعمل ايه على المونز بتاعت الفيميل؟ قال لك اول حاجه بيزود الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيزود البون ماتريكس، بيزود الديبوزيشن بتاع الكالسيوم والفوسفيس، بالتالي بيشجع النمو بتاع الايه؟ بتاع الفيميل. يبقى كل الحاجات دي علشان نبني بيها ايه؟ نبني بيها بون. طيب بيعمل ايه كمان؟ خلي بالك في نقطه مهمه جدا، نفس التستوستيرون بيعمل ايرلي كلوشر اوف ابيسيس، فبالتالي النمو او الطول يتوقف عند الحد ده. يبقى بيحصل ايه يا جماعه؟ بيحصل زياده الاكتيفيتي بتاعت الاستوبلاست، بيزود البون ماتريكس دي بوزيشن عشان يزود التكوين بتاعه، وبيعمل كمان كلوشر اوف ابيسيس، فبالتالي الطول بتاع الفيميل بيقف. علشان كده لما بيحصل في حاله المينيبوز يا جماعه، اللي هي مينيبوز يعني ايه؟ يعني انقطاع الطمث. قطاع الطمث ده هنتكلم عنه كمان شويه، اللي هو كميه الاستروجين بتقل. بيحصل ايه؟ بتقل الاكتيفيتي بتاعه الاوستيوبلاست، وبيقل الاوبو ماتريكس، بيقل الدي بوزيشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، فبالتالي بيحصل حاجه اسمها اوستيوبوريسيس. اوستيوبوريسيس اللي هو ايه؟ هشاشه العظام. يبقى احنا الاستروجين لو ما كانش موجود هيحصل عند الشخص ده اوستيوبوريسيس او هشاشه العظام، ودي بتكون مشهوره جدا عند الفيميل بعد ما بيتخطوا مرحله الايه؟ بعد ما بيوصلوا لمرحله المينيبوز. خامس نقطة هنتكلم عليها، هنتكلم عن البادي كونفورميشن او كونفيجريشن، هو الشكل العام بتاع الجسم. بيكون شكله عامل ازاي؟ قال لك بيكون نارو شولدر وبرود هيب، على عكس مين؟ على عكس الميل. الميل كان بيكون مثلث مقلوب. يعني ايه؟ يعني الكتف بتاعه بيكون وايد والهيب بيكون نارو، فبالتالي بيكون شبه المثلث. المثلث بيكون بالعكس، لكن في الفيميل المثلث بيكون ايه؟ القاعدة بتاعته بتكون عريضة والابكس هي بتكون موجودة عندنا لفوق. طيب انا هقدر اميزها ازاي؟ بيكون البيوبيك هير عكس البادي كونفورميشن. يبقى هنا المثلث كان مقلوب، هنا المثلث هيبقى ايه؟ معدول. في الميل بيكون الايه؟ بيكون العكس. سادس نقطه هنتكلم عليها في السكندري سيكشوال كاركترستيك، هي اللي بتميز الفيميل، هي البريست. اول حاجه بتحصل عندنا ان الاسترومال تيشو والبريست والنبل بيبدا ان هما ايه؟ يبدا ان هما يزيدوا، فبالتالي لما يزيدوا هيكبر عندنا الحجم بتاع البريست، ودي من اقوى ودي من العلامات بتاعه البيبرتي اللي هي البلوغ. بيحصل ايه كمان؟ بيحصل كمان ديبوزيشن للفات.
يعني بيحصل كمية الفات اللي بتترسب هنا او بيحصلها دي بوزيشن هنا بتبدأ ان هي تزيد، فده برضو بيدي البريست اللي هو الشكل والحجم بتاعه. طيب يعمل ايه كمان؟ بيحصل كمان بيجمنتيشن لحته اسمها اريولا، اللي هي الحته اللي بيكون حوالين النبل كده، بيبدأ يحصل لها بيجمنتيشن، والبيجمنتيشن بيبقى اقوى اثناء فترة الايه؟ اثناء فترة الحمل. طيب رابع حاجة بيحصل ايه؟ بيحصل كمان جروث للدكت سيستم. اتفقنا ان احنا عندنا الاستروجين الوظيفه بتاعته يا جماعه ان هو بيعمل الاله، بيصنع عندنا الالات اللي احنا هنعمل بيها السكريشن، فهو بيحفز النمو بتاع الدكت سيستم اللي بيكون موجود عندي جوه الالفيولاي اللي هنا، وبيحفز كمان النمو بتاع الميلك بروديوسنج اباريتس اللي هو الايه؟ اللي هو الالفيولاي، يبدا يزود النمو بتاعها ويساهم ان يحصل لها بروليفريشن وتبدا تزيد في الحجم، لكن ما بيخليهاش سكريتوري. اهم معلومه يا جماعه ان هي ما بيخليهاش سكريتوري، لان اللي بيخليها سكريتوري هو مين؟ هو البروجسترون. دي الوظائف بتاعته على البريست. هحفظهم ازاي؟ عندنا ثلاث حاجات ليها علاقه بالشكل الخارجي، وعندنا حاجتين ليهم علاقه بالايه؟ بالوظيفه بتاعت البريست، وهي اللاكتيشن. اول ثلاثه اللي لهم علاقه بالشكل الخارجي اللي هم ايه؟ اللي هم عندنا بيزود الاسترومال تيشو، وبيعمل ديبوزيشن للفات، فبيدينا الشكل الكبير بتاع البريست، وبيعمل كمان بيجمنتيشن الاريولا. يبقى دي كل الحاجات اقدر اشوفها من ايه؟ من بره. طب من جوه بيزود الدكت سيستم، وبيزود كمان او بيبدا الجروث او النمو بتاع الايه؟ بتاع الالفيولاي اللي هتتكون عندنا الايه؟ اللي هتكون عندنا الميلك. طيب بيعمل ايه كمان يا جماعه؟ كده احنا خلصنا السكندري سيكشوال كاركترستيك، هنتكلم عن التاثير بتاع الاستروجين على الميتابوليزم. احنا عارفين يا جماعه ان احنا عندنا التستوستيرون كان بيعمل ايه على الميتابوليزم؟ كان بيعمل عندنا انابوليزم، عشان كده بيكبر. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاستروجين وظيفته ايه يا جماعه؟ وظيفته ان هو يحول عندنا اللي هي الفيميل الصغيره دي يحولها الى واحده بالغه اللي هي ادلت، فبالتالي لازم يعمل عندنا ايه؟ لازم ان هي تكبر، وطالما هنكبر يبقى لازم نعمل انابوليزم. طيب قال لك ان الانابوليك افكت ده هيؤدي عندنا الايه؟ هيؤدي عندنا الى ان الاستروجين من الوظائف بتاعته ان هو بيزود عندنا الميتابوليك ريت، بس مش زي مين؟ مش زي التستوستيرون. التستوستيرون كان بيزود الميتابوليك ريت 15%، لكن الاستروجين بيزوده سلايتلي، كميه قليله بس. فبالتالي بيعمل ايه كمان؟ قال لك بيعمل كمان بروتين انابوليزم، بس سلايتلي برضه، مش زي مين؟ مش زي التستوستيرون. طيب تالت حاجه هتعمل الانابوليك افكت يحصل ايه؟ هيحصل عندنا صوديوم اند ووتر ريتنشن. وقال لك ممكن يحصل ان لو زاد كميه الاستروجين بطريقه رهيبه ممكن يحصل عند الست ايديما نتيجه للريتنشن بتاع الووتر والصوديوم. كل الحاجات دي احنا بنعملها ليه؟ بنزود الميتابوليك ريت، ليه بنعمل بروتين انابوليزم، بنعمل سالت اند ووتر ريتنشن؟ علشان الناتج النهائي ان احنا نحفز عندنا الجروث بتاع سيكشوال اورجان والبونز وانسجه تانيه بتكون موجوده عندنا في الجسم. كل الحاجات دي بيعملها عندنا مين؟ بيعملها عندنا الاستروجين. يبقى انا لو حبيت اقول لك وظيفه الاستروجين في كلمه واحده ان هو بيبني، انه استروجين بيبني، يعني بيحول عندنا التشايلد فيميل الى ايه؟ الى ادلت. يبقى هي دي الخلاصه بتاعت الاستروجين. هنتكلم بقى دلوقتي عن مين بقى؟ هنتكلم عن البروجسترون. واول ما نيجي في كلمه بروجسترون لازم نحط كلمه كبيره جدا اسمها ايه؟ سكريشن. يبقى هو بيحفز عندنا الجلاند ان هي تبدا السكريشن بتاعها. يبقى انا اقدر استنتج الوظيفه من دماغي، بروجسترون سكريشن، استروجين بناء، بيعمل عندنا ايه؟ بروليفريشن. فبالتالي يبقى انا لو حبيت احط قدام كل هرمون كلمه واحده بس تعبر عن وظيفته هقول لك قدام الاستروجين هكتب بروليفريشن، وقدام البروجسترون هحط سكريشن. خلاص وكده خلصت الحدوته. هتيجي بقى اي حاجه قدامك تقول لك طبق عليها، طالما انت عارف الفكره العامه هتعرف تجيبها. هنتكلم بقى عن التاثير بتاع البروجسترون على الانترنال سيكشوال اورجان، بيعمل عندنا ايه؟ قال لك اول حاجه هنتكلم عن التاثير بتاعه على الفالوبيان تيوب. بيتحكم عندنا في ايه؟ احنا اتفقنا ان البروجسترون ده بتاع الايه؟ بتاع السكريشن. هل هو هيبقى ليه علاقه بالسيليتد؟ احنا عارفين السيليتد دي وظيفه بتاعتها حركه، والحركه دي مين اللي بيتحكم فيها؟ هو الاستروجين. الاستروجين واخد كل حاجه وسايب البروجسترون بس ايه؟ بس السكريشن. هو مش هيتحكم عندنا غير في النون سيليتد سكريتوري سيل، هيخليها تعمل ايه؟ هيحفز الجلاند دي ان هي تفرز عندنا جلايكوبروتين ميوكس سكريشن. يبقى ايه الوظيفه بتاعته؟ هو بيستيميليت السكريشن. احنا ليه بنعمل عندنا السكريشن ده يا جماعه؟ احنا عارفين ان احنا عندنا الاوفم لما بتطلع عندنا من الاوفر بتقوم جايه قاعده عندنا 24 ساعه فين؟ في الفالوبيان تيوب. طب في ال 24 ساعه دي محتاجه ان هي ايه؟ محتاجه ان هي تتغذى. فقال لك ان الوظيفه بتاعتها ان هي بتعمل عندنا ايه؟ بروتكتيف ونيوتراتيف فانكشن، يعني علشان التغذيه وعلشان الحمايه بتاعت مين؟ بتاعت الاوسايت، وعشان يغذي كمان مين؟ ما انت بتغذى عندك الاوفم عشان تستنى السبيرم. طب افرض السبيرم وصل، هو كمان هيقعد يتغذى من الحاجات دي لما هما الاثنين يتحدوا مع بعض ويكونوا زيجوت ويبداوا يروحوا عشان يعملوا امبلانتيشن في الحته دي. في الفتره دي كلها هما بيتغذوا منين؟ بيتغذوا عندنا من السكريشن بتاع النون سيليتد سكريتوري سيل. طيب تحتوي عندنا على ايه؟ بتحتوي عندنا على الكابستيشن فاكتور اللي هيساعد عندنا سبيرم ان هو يعمل عندنا فلترايزيشن، وخاصه عندنا البويض، فهو بيحتوي على الكاباسيتيشن فاكتور.
يبقى هي الوظائف بتاعت البروجسترون، وبحفز السكريشن. السكريشن ده اهميته ايه؟ عشان النيوتريشن وعشان حمايه، وكمان بيحتوي حاجه عشان ياكتف عندنا السبيرم عشان يحصل فلترايزيشن. طيب نخش بقى على تاني حاجه معانا وهي اليوتروس. اليوتروس هنتكلم في الثلاث نقاط الجمال بتاعنا، هنتكلم عن الاندوميتريوم والمايوميتريوم، هنتكلم برضو عن السيرفكس. اول حاجه عندنا في الاندوميتريوم اتفقنا البروجسترون ده بتاع السكريشن، سكريشن يبقى هو يحفز عندنا اليوتراين جلاند اللي اتبنت بواسطه الاستروجين. يبقى لو قال لك اتبنت بواسطه مين هتقول له مين؟ هتقول له الاستروجين. طب افرزت بواسطه مين؟ هتقول له البروجسترون. هو يحفز عندنا اليوتراين جلاند ان هي تفرز السكريشن بتاعها. طب السكريشن بتاعها بيكون عباره عن ايه؟ بيكون ريتش ان نيوترنت وش لايك. طيب ايه الوظيفه بتاعت السكريشن ده؟ قال لك ده السكريشن اللي هتتغذى منه البويضه والسبرم لما يعملوا امبلانتيشن. يبقى دي وهم لسه اول ما يتحدوا مع بعض، ودي اول ما يعملوا عندنا ايه؟ امبلانتيشن. طب هيعمل عندنا ايه على المايوميتريوم؟ قال لك هيقلل عندنا الفريكونسي بتاع اليوتراين كونتراكشن، يخلي اليوترس ما يعملش ايه؟ ما يعملش كونتراكشن. ليه؟ عشان احنا عارفين ان هي في الاول خالص لما السبرم والاوفم يتحدوا مع بعض ويجي يعملوا امبلانتيشن بيكونوا ماسكين، بس يعني تخيلوا الحته البيضه اللي انتم شايفينها قدامكم دي هي الايه؟ هي الاوفم والسبرم، شايفين ماسكين بحته صغيره. فلو اليوترس قاعد يعمل كونتراكشن هيقوموا جايين واقعين على طول. فقال لك البروجسترون ده بيقلل الفريكونسي بتاع اليوتراين كونتراكشن، فبالتالي بيساعدهم ان هم يثبتوا وما يقعوش وما يحصلش اكسبالجن للامبلانتد اوفم. اخر حاجه عندنا هنتكلم عن الفانكشن بتاعته على السيرفكس. اتفقنا ان احنا عندنا الاستروجين كان بيعمل ايه يا جماعه؟ كان بيخلي السيرفايكال ميوكس بيكون ثين وليس فيسكس علشان السبيرم يعرف يعدي. طب احنا عندنا البروجسترون ده بتكون بيطلع امتى؟ بيطلع عندنا في ال 14 يوم اللي بعد الايه؟ اللي بعد الاوفيوليشن. فبالتالي هو لما هيبدا يطلع بكميه كافيه خلاص مش هينفع يحصل اخصاب في الفتره دي. يعني حتى لو حصل جماع في الفتره دي السبيرم هيخش مش هيلاقي عنده اوفم، لان الاوفم خلاص طلعت في اليوم ال 14 وقعدت 24 ساعه كده ماتت. هو لو حصل جماع بعد الفتره دي مش هيحصل اي حاجه. فعشان كده يعني دخول السبيرم جوه اليوترس مش هيبقى مفيد. عشان كده هو بيخلي السيرفايكال ميوكس يكون ثيك ومور فيسكس علشان يمنع الدخول بتاع السبيرم، وبيسموه اسم تاني جميل جدا بيسموها بلاج. بلاج يعني ايه؟ بلاج يعني سداده، زي السداده بتاعت البانيو كده بالظبط اللي بتمنع ان الميه تقوم جايه نازله من البانيو اول ما تبقى انت مليه. هي كده بالظبط. فانت السيرفايكال ميوكس بيبدا ان هو ثيك ومور فيسكس وبيكون شبه الايه؟ شبه السداده. ده بيحصل بسبب مين؟ بسبب السكريشن بتاع البروجسترون. يبقى ده التاثير بتاعه على الانترنال سيكشوال اورجان. طب هيعمل عندنا ايه في السكندري سيكشوال كاركترستيك؟ انا السكندري سيكشوال كاركترستيك بنتكلم عن حاجات كتيره جدا، بس مين المهم عندنا؟ اتفقنا البروجسترون بتاع السكريشن. مين اللي اتكلمنا عليه في السكندري سيكشوال كاركترستيك بتاع السكريشن اللي هو مين؟ اللي هو البريست. قال لك ان هو بيحفز عندنا الالفيولار سيل ان يحصلها بلوريفيشن زياده، يعني خلاص حصلها بلوريفيشن في الاول واتكونت بواسطه مين؟ بواسطه الاستروجين. طيب عشان تبدا تزيد في الحجم اكتر وتتهيئ بسرعه اكبر، مين اللي بيعمل كده؟ بيعمل كده هو البروجسترون، ويخليها برضه سكريتوري ان فانكشن، يعني يبدا يخليها ايه؟ تبدا ان هي تطلع السكريشن ده. يبقى دي الوظائف بتاعت مين؟ بتاعت البروجسترون. طيب بيعمل عندنا ايه على الميتابوليزم؟ قال لك ان هو بيعمل عندنا كاتابوليزم عكس مين؟ عكس الاستروجين كان بيعمل انابوليزم. عندك بقى البروجسترون بيعمل كاتابوليزم. طب هيجي واحد يقول لي ليه نعمل كاتابوليزم؟ اتفقنا ان احنا عندنا البروجسترون ده بيطلع انت بيطلع في النصف الثاني من الدوره، وبيطلع كمان اثناء الحمل بكميات رهيبه. طيب اثناء الحمل بيحصل ايه؟ بيحصل ان الست بيكون عندها بيبي، البيبي ده عايز ينمو. طيب هينمو ازاي؟ قال لك ان هو بيقوم جاي عامل عندنا بروتين كاتابوليزم عشان يكسر البروتين علشان ينقله عندنا، يقوم جاي عامل له موبيلايزيشن، يقوم جاي واخده عندنا من الام، يقوم جاي موديه للفيتس علشان ينمو. يبقى الوظيفه بتاعت البروجسترون بيعمل كاتابوليزم، مش بيعمل كاتابوليزم يكسر وخلاص، لا، لهدف والفايده معينه ان هو ياخد البروتين ده يوديه من الام يقوم جاي موديه للايه؟ للفيتس. تاني حاجه خاصه بالكاتابوليك افكت بتاع البروجسترون ان هو لما بتكون كميته فيري لارج كوانتيتيز، يعني بيكون كميته كبيره جدا، قصده بيها امتى بيكون فيري لارج كوانتيتيز؟ اثناء البريجنسي، بيسبب حاجه اسمها ناتريوريسيس، يعني بينزل الصوديوم ده في اليورين، فبالتالي برضه الميه بتنزل في اليورين. طيب ليه بيحصل ده؟ اول حاجه لازم نحدد حاجه صغيره اللي هو ما حددهاش عندنا في الكتاب، بس قال لك ان البروجسترون لما بيكون في النورمال اماونت بتاعته بيعمل نفس الاستروجين بالظبط. بيعمل ايه؟ بيعمل سالت اند ووتر ريتينشن، يعني بيختزن الميه والملح. فبالتالي يعني اكبر دليل على كده ان في الليتل هاف من الاوفيريان سايكل بتلاقي الفيميل بتكون حاسه ايه اللي هو في اليوتيل فيس، بتكون الفيميل حاسه ان وزنها تقيل نتيجه لايه؟ نتيجه للسالت والروتر ريتينشن، نتيجه للاستروجين بروجسترون. يبقى البروجسترون في النورمال اماونت بيعمل سالت اند ووتر ريتينشن، بس هو مش كاتبها عندكم في الكتاب، لكن في اللارج اماونت اثناء البريجنسي بيعمل ناتريوريسيس. طيب ايه الحكمه من كده؟
الحكم من كده ان انت عارف الفيميل بيكون ايه، بيكون بطنها كبيره كلها كبيره كده على بعضها، نتيجه لايه؟ نتيجه للحمل ونتيجه للبيبي اللي موجود. فبالتالي احنا مش هنجيب عليها حمل زياده اللي هو السالت والووتر، تنشأ ان احنا نختزن الميه جوه والحاجه جوه، فبالتالي ده هيكسبها وزن زياده وحمل زياده عليها، عشان كده بيحصل ناتري ريليس. تالت حاجه بتحصل ان هو بيكون ثيرموجينيك. يعني ايه كلمه ثيرموجينيك؟ يعني قال لك ان هو في الليتل هاف اللي هو في اليوتيال فيس بيعمل عندنا ايه، بيزود عندك الحراره بتاعه الجسم بتكون نص درجه سيليزيوس، ودي من الحاجات او المؤشرات بتاعه ايه، بتاعه اقتراب الدوره. يبقى من المؤشرات اللي هي زياده الحراره، الحراره دي مش بتحسها الست لوحدها، ده لازم بيكون في ترمومتر بتحس بيه الايه، بتحس بيه بزياده في الحراره دي. يبقى هي ده الاكشن بتاع البروجسترون على الميتابوليزم. هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجه تانية اسمها المينيبوز. مينيبوز معناها ايه يا جماعه؟ معناها انقطاع الطمث. كلمه من زي ما انتم شايفين كده، كلمه من في اليونانيه معناها شهر، كلمه بوز معناها انقطاع او سيزيشن، فبالتالي ده الانقطاع بتاع الايه، بتاع المنستروشن، فمعناها permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life. طيب يعني ايه؟ اول حاجه تعالوا نحللها كلمه كلمه. بيرمننت يعني مش هيرجع تاني، سيزيشن يعني توقف، يعني خلاص ما بقاش في اي منستروشن خاصه تحصل، خلاص انتهت كده الفتره بتاعت الخصوبه، ما بقاش في اي حمل بعدين، هي دي المينيبوز. طيب ايه السبب في كده؟ قال لك السبب بتاعها هو البولنج اوت اوف اوفري، يعني اللوس اوف اوفريان فوليكل اكتيفيتي. يعني هوضح لكم المعنى دي بدل الكلام المكتوب ده يعتبر كلام معقد، هفهمكم الحاجه دي. في الانترايوترال لايف بيكون بتكون عدد كبير من الفوليكل الموجوده اللي هي الايه، البريموديال فوليكل اللي بتكون موجوده في الاول اللي هي بتقف عند البروفيز، وعدد الفوليكل دي بيكون محدود. حتى بتحط دايما في البرامج يقول لك ايه، المخزون بتاعها من البويضات، المخزون بتاعها، المخزون بتاعها، لانها بيكون العدد بتاعها ثابت، مش زي الميل بيطلع سبيرم زي ما هو عايز، لا الفيميل بيكون عندها عدد ثابت، فالعدد ده لو خلص يبقى خلاص هي دي بتوصل لمرحله اسمها مرحله الايه، المينيبوز. طيب بتحصل امتى؟ قال لك بتحصل تقريبا من عمر 45 الى 55 سنه، يعني الافريج بتاعها بيكون تقريبا 50 سنه. طب هل هو بيعتمد على ايه؟ هل بيعتمد مثلا على عدد مرات الحمل هو ده اللي بيخلي المينيبوز يجي بدري او يجي متاخر؟ هل بيعتمد مثلا على السن بتاع البلوغ اللي بلغ بدري او اللي بلغ متاخر؟ لا، كل الحاجات دي ملهاش اي علاقه بالمينيبوز خالص. طب المينيبوز بيتأثر بإيه؟ قال لك مثلا هو بيحصل بدري مثلا في الفيميل اللي بيكونوا مدخنين، ده بيخلي المينيبوز يجي بدري. طيب قال لك إيه كمان؟ قال لك برضه بيعتمد على العادات الغذائية والأكل والحاجات دي كلها، كل ده بتأثر في الفترة اللي بيجي فيها الإيه؟ المينيبوز. طيب على العكس من كده، إزاي يتأخر؟ مثلا ممارسة الرياضة، الحفاظ على الجسم، الحاجات دي كلها بتبعد الفترة بتاعت المينيبوز. طيب أنت نقول بقى على الست دي إن هي جالها مينيبوز أو جالها انقطاع الطمث، هل ان المنستروشن ما جالهاش شهر مثلا من غير حمل ولا اي حاجه او شهرين او ثلاثه؟ لا، قال لك لازم يكون المنستروشن ما جاش لمده 12 شهر متتالي without any other pathology. يعني ايه؟ يعني مفيش مرض او حاجه اثرت على الحاجه دي، الحاجه دي هي نسميها ايه، المينيبوز. يبقى ده الكلينيكال دايجنوز. انت نقول على ست ان هي عندها المينيبوز لما 12 شهر متتالي ما يجيلهاش الدوره. قال لك بقى ان احنا بنقسم المينيبوز ده الى بري مينيبوز وبوست مينيبوز. اتفقنا كلمه بري معناها قبل، بوست معناها بعد. بري يا جماعه يعني في شويه حاجات بتحصل قبل المينيبوز بتاهلنا او بتحسس او بتعرف ان المينيبوز ده قرب، يعني زي ما بيجي لك رساله رصيدك قارب على الايه، على الانتهاء. هي كده بالظبط، رصيدك ده اللي هو ايه، اللي هو العدد بتاع البويضات. طيب ايه الحاجه اللي بترشحنا وبتعرفنا ان المينيبوز الفتره بتاعته قربت؟ قال لك تقريبا عند العمر بتاع من 45 الى 50 سنه، احنا اتفقنا الافرج بتاعنا 50، فقال لك من 45 ل 50 بيحصل عندنا ايه؟ بيحصل عندنا السيكشوال سايكل، اللي هما اتفقنا احنا عندنا سايكلز كتيره جدا، اتفقنا ان احنا اللي احنا خدناهم من هي التو مين اللي هو الاندوميتريوم والاوفيريوم، في حاجات كتيره جدا بيحصل فيهم ايه؟ بتبقى ريجولار. يعني مثلا ايه؟ يعني احنا اتفقنا ان هي بتحصل مثلا تقريبا كل 28 يوم، كل شهر ايه؟ كل شهر قمري، تبدا ان هي تبقى ريجولار، يعني تبدا ان هي تقصر او تزيد وتيجي فترات مش متتاليه، هي كده بالظبط. طيب بيحصل ايه كمان؟ بيحصل كمان ان الافيريشن بيبدا ان هو ما يحصلش، يعني في دوره تيجي الاوفيشن يحصل فيها واللي بعدها ما تجيش، فبالتالي الدوره زي ما احنا اتفقنا هي دي بنسميها ايه، انفيولاتوري سايكل. فبالتالي الوقت بتاع الدوره دي هيقل، فبالتالي عدد السايكلز يبدا ايه، يزيد او يقل، يحصل لخبطه. دي حاجه بنسميها دي علامات اقتراب فتره المينيبوز. طيب بعد المينيبوز بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان اتفقنا ان احنا عندنا المينيبوز بيحصل بورنينج اوت الاوفرز، والاوفرز كان موجود فيها حاجه اسمها ايه، جرافيان فوليكل. طب الجرافيان فوليكل دي اللي كانت بتطلع الايه، الاستروجين، وبعد كده بتتحول الى كوربس ليوتم، والكوربس ليوتم بيطلع بروجسترون. فبالتالي طالما ما فيش تفوليكل ولا تطور ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، يحصل عندنا ايه، يحصل ان الفيميل سكس هرمون هما الاستروجين والبروجسترون هما الاثنين
المستوى بتاعهم هايل. فبالتالي من العلامات اللي اعرف ادوس المنيوس بيها اللي هو ايه، اللي هو تحليل الدم، اللي انت هتحلل المستوى بتاع الاستروجين بروجسترون في الدم، لو لقيته قليل عن حد معين فبالتالي دي علامه من العلامات بتاعت المنيوس. طيب الاف اس اتش والال اتش هنلاقي مستوى عامل ازاي؟ هنلاقيهم المستوى بتاعهم كبير جدا، ان احنا عارفين الاستروجين بروجسترون بيعملوا نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش والال اتش، فبالتالي طالما ما فيش حاجه تردحهم، ما فيش حاجه تنقصهم، ما فيش حاجه تعمل لهم نيجاتيف فيدباك، يحصل عندنا ايه؟ يحصل عندنا ان الاف اس اتش والال اتش هيبقى الارتفاع بتاعهم هيبقى الكميه بتاعتهم بتكون كبيره وبتكون مستمره لفتره طويله. نتيجه لايه؟ نتيجه ليه ان ما فيش اي هرمونات نو اوفيريان هرمون علشان تعمل لهم ايه يا باشا، او نيجاتيف فيدباك. يبقى هي دي الحاجات اللي بتتعلق في المنيوس. بقينا بس نقطه واحده اللي هي نقطه المنيوستيشن. ايه بقى الحاجات او العلامات او الحاجات النواتج اللي حصلت نتيجه للمنيوز؟ قال لك في ناس كتير بتحسب ان هي فيسيولوجيكال بس، يعني حاجات عضويه. قال لك لا، ده بتكون فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال. طيب تعالوا كده نشوفها مع بعض. قال لك اول حاجه هنتكلم عن التاثير بتاعها على السكشوال اورجان. قال لك ان السكشوال اورجان هيحصل لها ايه؟ هيحصل ان هي هتبدا تقل الحجم. يحصل اول حاجه الاوفرز تبدا ان هي تحصل لها شرينك، تبدا تكش كده على بعضها، ويحصل كمان الفالوبيان تيوب يبدا يحصل لها اتروفي، بدل ما هي واقفه واسكه نفسها كده يبدا يحصل لها اتروفي، والسيليتد سيل يبدا يحصل لها ديسابير، السيليا تبدا تختفي. طيب وبعد كده واليوترس هيحصل له ايه؟ قال لك ان هو اليوترس برضه هيبدا يقل في الحجم ويبقى اولموست انفانتايل، يعني يبقى الشكل بتاعه شبه مين؟ شبه بتاع التشايلد. طيب بيحصل ايه كمان؟ قال لك ان الفاجينا برضه كمان بتبدا تصغر. طيب والنانكراتينايز ستراتيفايد سكيم يبدا ان هو يبقى ثين بدل ما كان ثيك، ويبقى ايه؟ ايزلي دامج، مش هيقاوم عندنا الايه؟ الاحتكاك اللي بيحصل. طيب ايه كمان؟ قال لك هيعمل عندنا ايه على السكندري سيكشوال كاركترستيك؟ هنتكلم اهم حاجه على البريست. قال لك ان البريست بدل ما هو ماسك نفسه كده يحصل له ايه؟ يحصل له اتروفي. وبعد كده يبدا ان هو يتدلع، احنا اتفقنا هو مش هيبقى ماسك نفسه. طيب ايه كمان؟ البيبي كير هيبدا ان هو يبقى ثينر. دي كلها علامات نتيجه لايه؟ نتيجه للمينيبوز. طيب يحصل ايه كمان؟ فانا كل الحاجات دي يا جماعه احنا بنعكس عندنا الوظيفه بتاعه الاستروجين. الاستروجين كان بيبني، عدم وجود الاستروجين بيعمل الحاجات دي كلها ايه؟ ان هي بتبدا تقل. طيب بيحصل ايه كمان؟ يحصل اوستيوبوريسيس اللي هو هشاشه العظام. عشان كده هشاشه العظام يا جماعه بتكون مشهوره في الستات الكبيره في السن خصوصا، نتيجه للايه؟ نتيجه للنقصان بتاع الاستروجين. هيبدا يقل الاكتيفيتي بتاعه الاستيوبلاست، ويقل عندنا البون ماتريكس، ويقل الديبوزيشن بتاع الكالسيوم والفوسفيت، فبالتالي يحصل اوستيوبوريسيس هشاشه العظام. اي خبطه بسيطه ممكن تؤدي الى ايه؟ الى كسور. طيب هيعمل عندنا ايه على السكين؟ قال لك هيبقى هوت فلاشز. يعني ايه؟ يعني هتبقى الست كده وهي قاعده في امان الله تبدا تحس فجاه كده بحراره جت لها كده فجاه، حست ان جسمها ساخن كله على بعضه كده، حاجه بيسموها هوت فلاشز، ودي من العلامات المشهوره جدا بتاعه الايه؟ بتاعه المينيبوز. وبيبقى نايت سويتس ان هو اثناء الليل ما فيش شمس ولا حر ولا اي حاجه، بتبدا تلاقي ايه؟ قاعده تعرى. دي كلها علامه من علامات المينيبوز. طيب دي كلها حاجات ايه؟ حاجات فيسيولوجيكال. طيب حاجات سايكولوجيكال زي ايه؟ قال لك مثلا بيحصل لها ديسبين، حاسه ان هي بتضيق بالتنفس، مش عارفه تنام، حاسه ان هي المزاج بتاعها متقلب، فتيج، تعب، انكزايتي، قلق، كل الحاجات دي، ديبريشن، كل الحاجات دي كلها تتعلق ايه؟ او مانيفستيشن بتاعه الايه؟ بتاعه المينيبوز. يبقى احنا اللي عايزين نعرفه بس ان المينيبوز ممكن تكون الاعراض بتاعتها تكون فيسيولوجيكال او سايكولوجيكال. زي ما تعودنا في كل هرمون لازم نتكلم على الابنورمال ليفل. قال لك احنا عندنا اللي هو الجوناز اللي موجوده معانا اللي هي ايه؟ اللي هي الاوفري. فطالما لو زاد السكريشن بتاعها هنسميه هايبر جوناديزم، لو قل السكريشن بتاعها هنسميه هايبو جوناديزم. نبدا اول حاجه بالهايبو جوناديزم. الهايبو جوناديزم ده بيختلف الكوزز بتاعته المانيفستيشن بتاعته على حسب هل هو بيفور البيوبرتي قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. نبدا اول حاجه لو حصل بيفور بيوبرتي بيحصل ايه؟ قال لك ممكن يكون نتيجه لاسباب عديده. اول حاجه نتيجه ان الاوفريز اتكونت بس ما اكتملش النمو بتاعها، بيكون اسمها بورلي فورمد اوفريز. او ممكن يكون الاوفرز ما اتكونتش من الاساس خالص، او اتكونت بس فيها حاجه غلط. كل الحاجات دي كلها كوزس ممكن تحصل ايه؟ ممكن تؤدي الى هايبوجوناديزم قبل البلوغ. طيب المانيفستيشن هيحصل عندنا ان سيكشوال اورجان هي كده كده بتاعت تشايلد، مش هتتطور وتبقى بتاعت ايه؟ امال هتنها بتاعت ايه؟ هتنها انفانتايل. طيب والسكندري سيكشوال كاركترستيك مش هتبدا تظهر، زي الصوت، زي مثلا اتفقنا الهير، زي الحاجات دي كلها مش هتبدا ان هي تظهر، هتبقى كلها بتاعت ايه؟ بتاعت الطفل. طيب هيحصل ايه كمان؟ اتفقنا الاستروجين كانت وظيفة بتاعته ان هو بيعمل كلوجر اوف ابيبسيس، فبالتالي طالما مفيش جونات مفيش استروجين بيطلع، فبالتالي مش هيحصل كلوجر اوف ابيبسيس، فبالتالي هتلاقي الفيميل دي طويله جدا. طيب لو بعد البلوغ هيحصل ايه؟ قال لك ممكن يحصل نتيجه ليه؟ نتيجه ان الست مثلا خلاص حصل عندها البلوغ واكتملت النمو بتاع الاعضاء بتاعتها، وحصل بعدين مثلا في سن 20 25 30 حصل مثلا نتيجه لتيومر او اي حاجه، راحوا جايين شايلين الايه؟ شايلين الاوفرز دي خالص. هيحصل ان الكميه بتاعه الاستروجين بروجسترون هتكون قليله، هيحصل ايه؟ هيحصل هايبوجوناديزم.
طب المانيفستيشن هتحصل، هتحصل نفس المانيفستيشن اللي احنا حكيناها، اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل بتاعه الايه اللي بتحصل بعد المونيبوس. طيب الهايبر جوناديزم، قال لك الهايبر جوناديزم بيحصل نتيجه ايه؟ اتفقنا اي حاجه هايبر زياده في السكيشن بيحصل نتيجة. بيحصل نتيجه لتيومر في الاوفاريز. طيب المانيفستيشن اللي بتحصل هيحصل ايه؟ احنا اتفقنا ان التيومر ده لو حصل عندنا الجرانيولوزا سيل اللي بتطلع الاستروجين ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي الى ان الكميه بتاعه الاستروجين او الاستروجين هيطلع بكميه كبيره جدا. طب لما هيطلع بكميه كبيره جدا فبالتالي الفانكشن بتاعته هتحصل بس بطريقه اوفر قوي. هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاندوميتريا مثلا بدل ما كان بيطلع لكميه او لثيكنس معين يبدا يحصل له هايبرتروفي، يبدا يكبر لثيكنس اكبر. طيب بيحصل ايه كمان؟ قال لك بيحصل irregular bleeding from this endometrium، من اول ما الاندوميتريوم ده يبدا ان هو يكبر قوي هيبدا ان هو يقع، ولما يقع يحصل ايه؟ يحصل bleeding. والبليدنج ده يعتبر من الحاجات المهمه جدا علشان الدايجنوزس بتاع التيومر. يبقى لو واحده جات لك وعندها irregular bleeding يعني يحصل لها bleeding فترات مثلا مش في الوقت بتاع الدوره، او واحده بوست منيبوز يعني حصل لها خلاص انقطاع الترمس وبعد كده بدا يحصل لها bleeding، تبدا تشك ايه؟ تقدر تشك يا اما تيومر في الاوفرز يا اما تيومر في ايه؟ يا اما تيومر في اليوترس، والاثنين اسوء من بعض. لو تيومر في الاوفرز بيحصل ان الاستروجين بيطلع بكميات رهيبه فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان الاندوميتريوم بيكبر فبالتالي بيحصل بليدنج، او تيومر في الاندوميتريوم بتاع اليوترس بيحصل ان الخلايا بتاعت الاندوميتريوم ترمو بكميه رهيبه فبالتالي بيحصل لها هايبرتروفي بتقع ويحصل بليدنج. فيا تيومر هنا يا تيومر هنا، فهي من الحاجات المهمه جدا علشان دايجنوسيس. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة، شكرا لكم جميعا والتوفيق.